سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بشمس علم وفير برضا الله، تتلهى في الناس على أنواره الفياضة حتى تستنير عقولهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله مما يقول من علم كتاب الله العزيز تفسيرا ومعنى للعامة والخاصة من شيخنا المبجل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الوعد والوعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم. ما هو الوعد؟ الوعد هو أن تبشر إنسان بخير بس لسه زمانه ما جاش، يقول له هات ذاكر وأنا أوعدك بقى أنك أنت لما تنجح كده هجيب لك عجلة، هجيب لك بدلة، هوديك مش عارف أفسحك. يبقى الوعد تبشير بخير لم يأتي زمنه بعد. ليه ما يأتي زمنه بعد؟ قال علشان أنا عايزه يتجدع عشان يروح له، فما جيلوش في ساعتها. طيب والوعيد مقابله الوعيد، الوعيد أن تعلمه بشر برضه لسه أوانه ما جاش علشان إيه؟ يبتعد عنه. فوعد الله أن يبشر من آمن به واتبع منهجه بجنة فيها خلود لا يتركها ولا هي تتركه، ولا الطعام ينتهي ولا أدل بالشر. وما دام ربنا هو اللي وعد يبقى مش ممكن يخلف. ليه؟ لأن ما فيش قدرة أعلى منه عشان تمنع، ولا فيش تغير في ذاته علشان نقول قلبه يتغير علينا. التغير من الأحداث. طب والتانيين قال لك يصح أن في بشر يوعد ببشر، إنما أنت ما ضمنتش حياتك أنك تفضل يا أخوي. ما يمكن قلبك يتغير، ما يمكن حد يجي لك بوشاية كده قلبك تخلف الميعاد. إنما الله الذي يعد يبقى لا يمكن وعده يخلف، لأن لا قوة فوقه تنهاه ولا عجز يعتريه فهو. إنما البشر يوعدهم ويخلف ويمكن يخلفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الوعيد بيجي بشر، يوعده يعده بشر هيجيله، انت فعلت كده هيجيلك الشر. هو التحذير، بقول له يا دهر يا منجز إعاده ومخلف المأمول من وعده. يعني انت طبيعتك يا يا دهر صعب، ان وعدت تخلف وان اوعدت تفي. قبل احنا لما جينا في سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر، قلنا إن العصر مراد به طائفة زمنية يحكمها شيء، وفي الأديان تحكمها رسالات، قوم فرعون، قوم هود، قوم صالح. يبقى الفترة دي اللي لها نبي ده نظام جامع، يبقى ده عصر، ويجي عصر نبي تاني. زي ما بنقول العصر إيه؟ فرعون الجاهلي، العصر العباسي، العصر صدر الإسلام. يبقى حاجة تجمعها طائفة بس في التدين يجمعها رسول، هذا العصر بتاعه. والعصر يعني خدوا بالكم من الأمم اللي خليت وشوفوا لما عصوا حصل لهم إيه، ولما أطاعوا حصل لهم إيه. خلاص كده. وقد يطلق العصر، نسينا نقول، على الوقت اللي بنصليه وقت العصر. وقد يطلق العصر على الصلاة. فاحنا قلنا في العصر في الامم في خسر، اللي كذب الرسل جات لهم البلاوي، واللي ما كذبوهم نكسبوا معاله مباشره لانهم ايه؟ عملوا المنهج وتواصوا بالحق فيما بينهم وتواصوا بالصبر فنجحوا. هات العصر كزمن مش كوقت للصلاه. قال لك العصر ده اخر النهار، واخر النهار كل واحد له حصيلة يومه. فإن كان اجتهد كده وقعد زرع وعمل ومش عارف ايه وذاكر ومش عارف ايه، يجي العصر بتاعه الحصيلة تبقى حلوة. وإن كان لعب بقى وقعد على القهوة ومش عارف ايه، يبقى كأن العصر حصيلة الزمن قبله. فالذي جد
بعمل آمن بفكرة وخدمها وعمل صالح يجي العصر كده يبقى مبسوط إن هو بقى إيه ينام مرتاح ولكن عملت كده. والتاني يعمل إيه؟ يبقى اللي ما عملش كده يبقى في خسر وخسارة. اللي ما زرعش، اللي ما عملش صنعة، اللي ما تجرش يبقى ضايع. أدي معنى. والعصر هو المراد بها الصلاة في وقت الإيه؟ الصلاة في وقت الإيه؟ العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وتعاونوا على البر والتقوى، أليس في ذلك رعاية لمصالح المؤمنين وحماية حقوقهم؟ الحق سبحانه وتعالى نصر مواهبه على خلقه، فلم يعطي واحد مجمع فضائل كله ويبقى هو اللي بل دي في دي ودي في دي ودي في دي ودي في دي ودي في دي. يبقى لازم نتعاون، لأن العمل الواحد يحتاج مثلا إلى ممول، مش كده؟ يحتاج إلى مثلا منفذ للمشروع، يحتاج إلى من يقوم مثلا بالإدارة والعمل، يقوم بأشياء كتيرة، واحد عايز كذا وعايز كذا وعايز بناء وعايز تخفيق وعايز كهرباء وعايز مش عارف. يبقى كلها عايزين نتعاون فيها علشان ينتج إيه؟ العمل إيه؟ الصالح اللي يفيد ولا يجيش فيه خلل. نعم جميل. تعاونوا بس على البر وعلى الإيه؟ وعلى التقوى. نعم. قال الله تعالى، ولذلك الحق سبحانه وتعالى لم يعفي مخلوقا من عمل الخير والمعونة عليه، يعني دبر الكل، ليس على الضعفاء طب الضعيف، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقوا، ما عندوش حاجة. امتي مش بس بقى ما عطاهمش بقى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني إيش هتبقى؟ يا أفلا أنت عندك ربنا من إيه؟ الله. طب وما عنديش لدي ولا ما أقدرش على دي ولا دي. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله. يبقى خميرة الإيه؟ خميرة الخير مغروزة فيهم مش غادر. يبقى إيه الواجد؟ يبذل. اللي مش واجد ينصح. يبقى جود بالمال أو جود بالمقال، إما ليش ده وده عيط على نفسك بقى وقول لي أنا بقى ليه أنا مش قادر أعمل دي ولا دي ولا. التعاون فضلت التعاون على التقوى. التعاون على البر والتقوى. التقوى البر هو ما يعود أثره على الغير. التقوى يعود علي يعني. أنا بتقي به شرار النار. وكيف يتعاون على التقوى؟ لما يشوفني واحد مقصر في الصلاة يقول لي قوم صلي، مقصر في يقول لي بلاش دي، لا بلاش دي. رجلان تحابا في الله، لما واحد يعمل حاجة الثاني ينقذ يقول له لا. هذا التعاون على التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم. لماذا هذا الخوف؟ لمن هذا الخوف؟ الخوف هو الذي آمن إيمانا بأن لله منهج يحرم بعض الأشياء وقدر عليه جزاء في الآخرة، يبقى يخاف يعمل عشان ما يحصلش له الايه الجزاء. وخاف مقام ربي أي أن الجزاء مش من مساو لك في القدرة، لا ده من الرب اللي هو إيه المقياس الأعلى في القوة. يبقى يخاف مقام ربه ومكانته، أنه هو لما يعمل فيه حاجة ما حدش هيقدر يرده، لا في أولياء تمنعه ولا في حد يقدر يرده. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الكلام في قوله جنتان، ما المقصود بجنتان؟ جنة الله سبحانه وتعالى حينما أزلا رأى أن يرسل رسولا بمنهج ويأمن ناس يكفر وناس يأمن، ففرض أن كل من في الأرض يكفر، فصنع لهم إيه نارا على أن كلهم كافرين،
وصنع لهم جنات على ان كلهم مؤمنين. يعني ما عندوش أزمة مساكن. ان امنتوا كلكم انا عندي لكم سكن، كفرتوا كلكم برضو عندي لكم. طيب وبعدين امن البعض وكفر البعض. طب المؤمن خد جنته والكافر فضلت جنته اللي كانت مخلوقه له. يقوم يقول للناس بقى المؤمنين خدوا اورثوا اولاد الكلب، خدوا الجنه بتاعتهم. يبقى لمن خاف مقام ربه جنتان، جنه بعمله وجنه بايه؟ بمن كانت موضوعه للكافر ولكنه كفر فذهب الى الايه؟ الى النار. او ان الحق هنا في هذه السوره يخاطب جنسين الثقلين، سنفرغ لكم ايها الثقلان، يعني الجن والانس. يبقى الجن له جنه والجنس ولمن خاف مقام ربه، ان جن له جنه والانس له ايه؟ له جنه. السعادة والشقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. صدق الله العظيم. نسأل الله أن نلتقي دائما على خير وبركة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.